يوم القيامة يقول الله عز وجل عن المفرطين، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وقال تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وقال تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي على ما فرطنا في هذه الدنيا من القيام بالواجبات وترك